معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو جعفر أحمد الطحاوي، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ثنى بذكر مقام الخلفاء الراشدين فقال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ثم ثلث بذكر مقام العشرة المبشرين بالجنة، قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ربع بذكر ما يخص زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ثم خمس بذكر مقام من بعد الصحابة من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلامه رحمه الله.